والله يعني باش واحد يقول باللي فريقه ما طلعش، لا الفريق ديالنا طلع يعني دار سنة مميزة، يعني في ظرف مميز، يعني كانت كل الظروف غير مهيئة، ولكن بجدارة يعني بجارة الرجال اللي كانوا يسيروا فيه، وصل إلى أنه يكون هو الثاني، ومازال بعض المقابلات هذه راح تكرس يعني الناس اللي كانت مخالفة اللي واش قدموا الفريق هذا السنة. فريق صلب القبة، رائد القبة في الطالعة دائما إن شاء الله. لاكسيسون تكون العام الجاي، لا ما تكونش عام الجاي غير العام الجاي. أنا نطلب من الأنصار أن ما يديروش الضغط كثير على الفريق. الفريق راه في مرحلة تكوين تاع الإدارة، تكوين إطارات تاعو اللي يسيروا، يعني باش الغدوة لا راحوا رجال تبقى الإدارة تسير، يبقى الفريق يسير، ماشي راحوا رجال طاح الفريق. لا، هذه غلطة اللي كنا دايرين. تكون الفريق ان شاء الله في 3 سنين، في 4 سنين، في 5 سنين، بصح تكون عندنا قاعده قويه، ويعني بعزيمه الرجال هذه ما نخافوش، يعني ما ينضطرش الفريق ديالنا ان شاء الله، وتاج راسنا، وان شاء الله العام الجاي باذن الله يعني تكون المساعدة يعني مليحه ان شاء الله للفريق، ويكون ان شاء الله في الطالعه. ما نقولش نقولكش حيطلع. زير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.